when I gave the word. Now in the morning I sleep. وبالتالي هذه ممكن تكون فيها تسديده، لكن على طول برمصاد في الوقت المناسب تتخلص الكره عائده لوبيز. يا سلام على الكره الماضيه بثقه عاليه وبحرفيه عاليه. او عفوا نادي السمائل يلعب على يسار الشاشه، ونادي اهل استاب يلعب على بمحاولة التواجد من البداية والتسجيل، وهذه كرة بتلعب في المنطقة لكن بتتخلص بشكل. وأول محاولة في اللقاء تأتي عن طريق نادي أهل استاب. حلوة المباراة، يعني أول محاولة في بداية الدقائق تكون جميلة، وبالتالي الخسارة يتمنى أن يسير وفق خطوات جيدة. والبداية خميس اليعربي اللي يلعب الكرة لتياغو لوبيز. لوبيز، نوح مظفر الرواحي الى لوبيز مره اخرى الى احمد نادي اهل استاب، لكن ليس هناك يعني اثاره او ان الضغط بشكل كبير على مرمى الخصوم. اتحدث عن الفريقين حقيقه، اذا كانت هناك افضليه فافضليه نسبيه لمصلحه نادي اهل استاب، على اعتبار انه حدد مرمى السمائل في مرتين. هذه كره عاليه وطويله جيدة، المحاولة اللي بيلعب كرة ملعوبة، محتاجة قوة في التسديد، كانت محتاجة قوة في التسديد وكانت ضعيفة استقرت. وهنا الكرة الملعوبة عالية وطويلة لكن بتتخلص طويلة ولا يستفيد من ذلك، يعني ربما الخطورة أكثر عندما يلعب نادي السماء الكرات الطويلة. هذه كرة ملعوبة في هذا اللقاء، كرة عالية وطويلة، ركلة حرة، هذه خطيرة. يا الكرة الماضية جميلة، الارتقاء لوبيز، يعني خطورة حاضرة في اللقطة الماضية. شوف هنا المحاولة، لكن لوبيز على طول براسه يخلص الكرة الماضية إلى الخلف بكثرة بالنسبة لنادي أهل استاد. لا توجد جرأة هجومية واضحة، ممكن مع البرازيلي ليندرو لعبت يعني في مكان جميل، ممكن لكن بتتخلص من قبل الدفاع، بتعود تشتيت ان يكون اللقاء بهذه النتيجه. فتح خميس واحده لا اكثر بالنسبه لنادي السمائل. وفتح خميس ما ذكرنا اسمه كثير في شوط المباراه الثاني، اكيد تحسن واضح هناك بالنسبه للهدف ويسجل هدف. والعمل الثاني يعني حقيقه صنع كل شيء. هذا ما يحدث في شوط المباراة الثاني. رائد سعيد نادي السمائل والمحاولة لكن بتتخلى، يعني محاولة تعديل النتيجة، السعي موجود من قبل المدرب سليمان خايف اللي حتى نادي السمائل فيها سقوط، حتى المباراة لا يعلن عن شيء. الآن هي ركلة ركنية لمصلحة نادي السمائل، تعود سمائلية، محاولة تقطع بشكل جيد، تشعر ان الكثرة العددية في كل مكان. شوط المباراة الاول ربما لم يظهر بالصورة الجيدة، ولكن ما كانت في فعالية اصلا في الفريق، لذلك البرازيلي Im Wind war es für beide Mannschaften nicht leicht, ihr Spiel kontrolliert aufzuziehen. Nach einer halben Stunde gab es dann die erste richtig große Lücke in der Bitterfeld-Wolfner Abwehr. Catarino nutzte das direkt zum 0:1. Die Gastgeber standen nicht gut und wurden sofort bestraft. Die Führung für den TVA war aber vollkommen okay. You bones right here and you bones over there, can you feel it? You
jetzt wird es international. Erstmals wurde der Bernburger Neuzugang Thiago López Catarino eingewechselt. Er hatte nun Zeit, sich eine gute halbe Stunde zu empfehlen.